جدا لله. خفيفه ما فيها جمها حتى يا اخي اللي جبتهم انت ما جاب ما في كثره مره حلوه هذا والله بس لعبتوا عرضتكم ذي ان شاء الله عليكم اذا جبتهم انت هذا صف مقديم صح هذا صف لا قصدي ما هم جايين من كل هذا صف اصلا لا لا كيف اقول لك اللي ماسك الفرقه اللي هو الكلثمي كلثمي اي عبد الرحمن الكلثمي هو فرقته بس فرقته إيه هم ماجد هم ماجد بس انه ايش يعني فيه هنا في الرياض فيه الجنوب فيه في الشرق فهمت زي كذا بس هم عز الله تجمع الجو والله جيد جو ولا انهم يعني لعبهم واحد ليش قلت لعبهم واحد ترى رجيل طعمك شوف شوف وقفتهم واحده ولعبهم واحد على على العرضه درت انا هذه فرقه والله هذا صف متكامل من اول ما هب كيف افهمك هو يعطي سلامه يعرف معارف ناس شهاري حلو يعرفهم مثلا يعطي سلامه اليوم عندنا زي كذا الحفل اللي عندنا اللي منهم فاضي يروح ادري انا تو راح اللي ما هو مره شاركوا مع بعض والعلوم يا عيال العلوم السعدي عرضتهم ادري ادري حتى هم في حفلاتهم عندهم في زواجاتهم ذي لا قوم الصف قام الصف من كل محل فهمت؟ لكن هذاك تقان تقانهم صح انا بس اللي كان ودي به يجي زير بس ما جاء ما عيوا ليه؟ ممنوع؟ عساك جبان بعد ليه الزير الزير ممنوع؟ لا 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 هاي زايد؟ اي والله هنا هنا قالوا يعني يا البرد يا عيال انا شدنا قرص قرص بسم الله العظيم ما صار كيف العلوم جت الجزير؟ لا لا شال المكبر من عندك على فكره يا زايد ابوك يسلم عليك ويسلم على الشباب كلهم صابر الله يسلمك واخوك سلطان يسلم عليكم سلام واجد كلكم اي والله نعم العيد انا برا مشبك مشبك اخوانكم وابانكم كلهم برا خلاص هلا والله يزيدهم يا ابو مالك جعلني معدن راس مشبكهم انت انت اخوانهم جعلني معدن راس انت اخوهم انت اخوهم انت ما خلفت حتى بنت اخوانهم ليه اخوانهم؟ ابوك كلمنا قبل مسر ورميذا قصدك من الاسلام الاربعه قبل يومين عن 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 جاوب قبل امس قبل امس يا شيخ الله وجهكم بعيد هذا الراس يا رجل يا رجل يا رجل من جعل هواد يسميه مصلط والله العظيم يسميه مصلط يمشي البلح اما انا جايد مخرب بالامس يمشي البلح اما ما تبث ثاني ابو ابو عابد غير تحرج بس حتى الاول انت وسيف فهد سيف خرب لا لا انت وسيف فهد مخربين هم انا مخرب اسم مصلط انا اي فهد اي مصلط زايد ما ارجع تخرب هالاشياء وانا اسوي مشاكل زايد والله ما افرح معي اخربها معه المنافق فهد ترى ما عاد عندنا زي كذا يا رجل شوف والله صدق واضح اني ما قد ما والله ايش هاجر قد ودع ظني ظني بذره الكبد من يا قول لا اله الا الله اسمعوني فهد فارع رجال حتى ما تعرفون فهد فارع انا اللي عارفه صحيح فهد فارع دار انه ازعجكم وشاله لان حق ولد عمه وشاله وطلعه بطل صح ولا وصله ولد عمه صح بس انتم ما تفهمون يوم رحت البيبي جيت هاك اليوم قلت يا ولد الوجه من الوجه ابيض اسلم ترى امانه كلي عندي رجعت لك يمكن يقولون برا يجيل يمكن برا يجيل يدرون يدرون ابو عماد ابو عماد يقول وي 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 والله سمين وي وي ابو عشكي الله يكرمك يقول والله ضحينا تغدى وي وي معي فقال ابشر والله بس ودته الاغبيوي وحوش الاباعر حق الاغبيوي على وركبه في صندوقه يا سلام وشرح بيض الله وجهك انا ظاهر في الطوقي عز الله انك حرصت عليها الله يطول عمرك عز الله انك طالب عفا انا تدري انه منومني فهد منومني الدجاجه والبل البل 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 اي سويدان سويدان هو اللي معه من وين مجاهيم مجاهيم السويدان مجم غير انه طلبت ولا لا؟ طلبت طلبت تبي تشوفها بعينك بصراحه قريب ولا بيطول؟ لا لا الحين تبي تصلح بيننا ولا تخرب تقف قلت عليك قلت تكفى يا ولد انا تعبان فيني هذا المنشي وبنام تعبان بسرعه خلاص ابشر بجيك طيب متى متى جيت رحت متى يوم دخلت لا سلوم اللي هو سلوم اما السلمي الزبده لو تنام ها؟ لا سلوم لو تنام اكلتك سلوم اكلتك سلوم ها؟ سلوم حلو حلو يا لبقر يا لمان عليك زين يا سيف بن فهد عسى لا يا ميف زين يا بطيط
طريح فلاش هبلان يا حاسبنا الهوى تسلي ومزوح وهو ما دارا نقعه مثل راية تشجش مصلط مصلط انا ولد ابوي ايش فيه؟ اقدر ايش فيه؟ دقيقه شوف عيوني كم قاطيه شهريه شفت؟ عليه في راس والله يخرش والله يخرش عندي ايش فيه؟ انا براسي عقل شعري راح فيها تاسف تاسف اتاسف ولا لا؟ تاسف ها؟ كيف؟ لا والله كل شيء نصيح طب قول اعطني عقل يلا على قد عقلك اعطيك عقل احنا اسف ايه بعدي الشهر والمقاطي بعدي اشترك ما زالت ما ارتاح ما ارتاح ما ارتاح صاير تخليني لحالي والله ما الله خليك والله ما خليك ها ما تبغى نازج ما تبغى نازج مزعجة وجدي لورخي راسي وبعدين اعلمك شو السالفة زايد زايد علمت فيها ليش علمت كيف اتفارق كذا ما عندك الذي والله تسمع فيني انت يا الرا اخوي انت نظر عيون اللي جوا تسمع فيني جيت تقلب علي انت تسمع فيني يا تعبان اخر تسمع فخو اخر يا رجال اخرناك بس اخر اخرناك وقف دم ما ترفع دم ما ترفع دم ما كيف تحملت المصايب علشانك تسمع فيني انت ولد تسمع تسمع فيني ولد تسمع فيني تسمع فيني تسمع فيني تسمع فيني اسمع فيك اخر انا لا ابش مش برا مش انا برا يا البطه ولد خلينا يا زرافه يا زرافه يا ابو الغلوق يا زرافه ابو الغلوق يا زرافه ابو الغلوق يا الغلوق 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 الزرافه الزرافه انتبه 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 والله اقطع راسك مكان اقسم بال دقيقه دقيقه انا موجود هنا شلون تهاوش ولد ولد يا الزرافة يا الزرافة يا الزرافة يا نفسك يا شيخ اكتر نفسك يا ولد 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 انا ما ولد يا حلو معصب حياتك فوق الفقري شوف وجهك عصب ولا يقعد عصب الله عصب الله كنت عدل على شو شنو يا جاك شاير طير طير انت طير عيونك يا طيران 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 لا لا شوتني فيك انت رايح بخطوه قلم بريال راح والله خلاص عاد لا يود اسمع اخرناك 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 اسمك خالد انسان كبير يعني كان كبير تكلم علي يا ولد تكلم علي انا تكلم علي انا بفك شخصيه قلابك تكلم علي انا تكلم علي خلاص تكفى الرجال يا ولد خلاص فهد فهد تكلم علي انا ولد ولد خرا والله علم والله علم سلطان علم انا كبير والله علم اخر والله علم والله اخر رجال اسمع من الناس فيني
كم بعد شوف والله الناس معدان مكسوره انت ما شفت لفتي من يحط عليه وين اذا كان لا هذا هذا يلا يلا سعاف 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 سلامات دقيقه لا 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 دقيقه انا اعرف والله ما عندي انا والله ما عندي البس شوي ما عندي بس شوي تكفى خلها هذه خلها اعطيك ذي اعطيك ذي اعطيك ذي تكفى عبد الله ايوه ايوه لا اسمع قصير خليني بس تعرف ايوه بس ترسم لا لا ايوه شيل 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 هلا هلا عليك اسمع اخوي ارخم بس اشوي ما تكفى خذها خذها بس شوي ها بس ما تركب على بالله جيب شاي يوه لا ما خلني هذا اللي طاح مو اللي طاح من عينك هذا اللي طاح والله يا مصر شكرك عليه يا مصر دقيقه 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 خل 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 ليه يا مصر ليه يا مصر بس ليه يا مصر ليه يا مصر ما كنت اتوقع انك بتصل مره كذا مزح يا مصر سعاف 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 يا شباب كاشخ وينك من اليوم يلا نعرف حركاته يلا لا 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 امور طيبه لا لا مستحيل حركات امور طيبه شفت شفت الناس كلها تنتظر الاحداث وتعليق الاحداث اللي صارت قبل صح ولا لا الاحداث البسيطه فجهزت لكم الحمد لله بفضل من الله ورعايه بعض الاشياء اللي راح ننفع فيها انفسنا وننفع فيها الجمهور فكل اللي يطلبه منكم وراي على الهنجر خرب شربنا الهنجر شو سعدك هيا من اين الهنجر محمد اه يا حلو ما قسى قلبك الله يتذكر الروح